نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك قلعة الجبل، والذي أجريت فعاليته في الفترة من الرابع وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان، ويأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية. في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية، نفذت القوات الخاصة المصرية والعمانية التدريب المشترك قلعة الجبل، والذي أجريت فعالياته في المدة من الرابع وحتى الخامس عشر من سبتمبر 2022 بولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان. اشتمل التدريب على عدد من الأنشطة والفعاليات، والتي تضمنت عقد مجموعة من المحاضرات النظرية في مختلف الموضوعات للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لكلا الجانبين والتدريب على تنفيذ دوريات استطلاع الكمائن والإغارة. والتدريب على أعمال القتال في المناطق المبنية والجبلية، وكذا تم تنفيذ عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة ومن مختلف الأوضاع. واختتم التدريب بتنفيذ بيان عملي لاقتحام قرية حدودية من خلال القيام بتأمين المباني الحيوية وتطهيرها وإخلاء المصابين واستعادة السيطرة على المناطق داخل القرية. يهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات المشتركة، كما يؤكد على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط والتنفيذ للمهام، مما يدعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية.